زهر. دكتور عباس عروة، أنت مثقف، والمثقف عميق النظر في النظر إلى ما حدث في الجزائر، كيف تنظر إلى ما حدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي، شكرا على الاستضافة، مرحبا، وحي المشاهدين الأعزاء في الوطن العربي، وأخص بذكر الجزائريين، وحييهم في هذا اليوم في الحقيقة الذي هو يوم حزين. أنا هذا اللي أشعر به أنا شخصيا، وأظن أن كثير من الجزائريين يشاطروني هذا الإحساس. ولو تسمح لي أترحم على ضحايا هذا العشرين سنة هذه اللي عانت فيها الجزائر، يعني يجب أن نذكر جميع الضحايا ونترحم على أرواحهم، ونترحم على الضحايا يعني اللي قضوا، وضحايا الحيين، لأنه الشعب الجزائري يعاني، ما زال يعاني. أنا فقط الشيء اللي أريد أضيفه لما تفضل به أخي اللي سبقني، هو أنه الأرقام هذه المروعة، يعني لو نبدأ بالحصيلة يعني البشرية، ما فقدته يعني الجزائر على المستوى البشري، يعني 200,000 هذه بشهادة عبد العزيز بوتفليقة، الآن عميد المحامين أو عميد المدافعين عن حقوق الإنسان الأستاذ علي يحيى عبد النور يقول أنه لو يفتح المجال للتحقيق راح نجد أنفسنا أقرب إلى 500,000 من إلى 200,000. أنا نقول يا سيدي 250,000، 250,000، 400,000، هذه يجب أن تكون وقفة ولو دقيقة يعني أمام هذا رقم، لكن ما وراء الرقم؟ وراء الرقم 250,000 اسم، كل اسم وراه كانت وراه أمال، كانت له يعني نظرة في المستقبل، كان يطمح إلى مستقبل شخصي ومستقبل الوطن يعني زاهر. كل اسم وراه أم، وراه أخت، وراه أب، وراه أخ، كل اسم وراه أصدقاء. لو تكون لنا فرصة نذكر الأسماء فقط، 250,000 ممكن نستغرق أسابيع متواصلة. أضف إلى ذلك الكوارث الأخرى، يعني المفقودين اللي أوليائهم ما زالوا يعانيوا الآن، المعذبين الذين لحد الآن ما زالوا تحت آثار التعذيب النفسية والجسدية. كل هذا جاء باسم إيه؟ باسم إنقاذ الجمهورية. هذا الخطاب اللي سوقونا به الجماعة، سوقونا به الانقلاب العسكري، وهو فعلا انقلاب مخابراتي عسكري بكل المقاييس، وعبارة يعني إيقاف المسار الانتخابي، هذه فقط يعني تجميل لهذه الجريمة والخطيئة الكبرى في حق الشعب الجزائري. فهل أنقذت الجمهورية؟ سنعود إلى التفاصيل مرة أخرى.